وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، أكد أن الوزارة تعمل على تسخير كافة السبل للدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم بعملية تمكينهم وإدماجهم بالمجتمع. حقيقة البحرين اليوم تتميز بتجربة رائدة في مجال السياسات الاجتماعية المتكاملة بين القطاعات، سواء كانت الحكومية ولا الأهلية أو الخاصة. ويظهر هذا الأمر الله يسلمكم من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي انطلقت وفق رؤى وتطلعات حكومة البحرين الموقرة في بناء مجتمع متكامل ومتجانس بما يعزز موقع مملكة البحرين إقليميا ودوليا. ومن خلال هذا التوجه يعني تعمل وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، وذلك عبر تسخير كافة سبل الدعم والرعاية والحماية الشاملة لهم، وباللي يسهم في تعزيز إدماجهم في المجتمع.